فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الرعد صوت من أصوات الملائكة؟ وهل يجوز أن يسمي الأب أحد أبنائه باسم رعد؟ أن يسميه ابنه باسم رعد؟ إيه ما يخالف، يسمي ولده بل هو يبي، إلا الأسماء المحرمة. الأسماء المحرمة لا تجوز، مثل عبد الحسين، عبد الرسول، عبد التعبيد لغير الله ما يجوز، وأما غيره يجوز. ولكن الوالد يختار الاسم الحسن لولده، اختار الاسم الحسن الطيب، لأن الاسم يدل على المسمى. نعم. والرعد الله أعلم، الله أعلم بحقيقته، الله أعلم بحقيقة. والبرق الله أعلم، هذا من آيات الله، من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، هو من آيات الله عز وجل. أما حقيقته هذه إنما هي تخرصات، اللي يقول أنه من احتكاك السحب بعضها ببعض، واللي يقول أنه صوت ملك، الله أعلم بهذا. نعم، لكنه من آيات الله. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.